حياكم الله مشاهدينا الكرام. طبعا أقصى طموح للكثير من الشباب العراقيين هو حصولهم على وظيفة بإحدى دوائر الدولة رغم ضعف الراتب أحيانا، لكن الكل متفق أنه هذه الوظيفة راح تكون هي الأساس وهي راح تثبت وجودها في المجتمع، لكن حتى هذا الطموح أصبح حلم بعيد المنال. زين، لو تم النظر للموضوع من زاوية أخرى وتم التركيز على هواية الشخص وعلى أهداف أخرى، ممكن راح تكون فعالة أكثر وهي راح تكون أساس في تكوين الحياة المناسبة للشباب. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا راح نناقش هذا الموضوع، راح ننظر للموضوع من هذه الزاوية الصغيرة، راح نشوف شنو اللي ممكن تضيفه للشباب بتأسيس حياته. ابقوا معنا لمعرفة التفاصيل، لكن قبل هذا خلينا نروح التقرير راجع لكم. كن أنت مشروعك الناجح. في كل سنة يتخرج الآلاف من حملة الشهادات بمصير مجهول لا يعرف مستقبلهم، ففرص التعيين الغائبة عن واقعهم جعلت اليأس يدخل قلوبهم رغم فرحة النجاح، بالوقت اللي عجز المتنفذين بالسلطة من فك هذه العقدة اللي حطمت آمال الكثير من الشباب. لكن لا تكون هذه النهاية، فاليأس أحيانا يولد ابتكارات ناجحة، فالتقاعس عن العمل لا يأتي بنتيجة جيدة، بل المثابرة وبذل الجهد هو الطريق الصحيح، فكثير من المشاريع المتوفرة على أرض الواقع كفيلة بتوفير معيشتك أيها الشاب. لا ننسى أن هناك الكثير ممن أولدوا أنفسهم من العدم ليتخطوا حواجز الكسل ومشاكل الفقر المدقع. فخذ مثالا نيرمال سيذيا، ذلك الخمار المتشرد المتسكع في الأزقة، ابن الثري الذي كان لا يعطيه المال كي لا يهدره. وكالمعتاد في أحد شوارع بريطانيا رآه موظف في أكبر شركات استيراد الشاي وتجارته في المملكة، واقترح عليه وظيفة متذوقا للشاي في الشركة ذاتها، وبحسب قوله كانت هنا بداية ابتسامة الحظ، إلى أن وصل الحال به إلى تأسيس شركة للشاي وتجارته بشرائه من المازادات وبيعه في إيرلندا وإنجلترا. وبرغبة التطور صار نيرمال ذو المزرعة الخاصة به للشاي، حتى صار بعدها معروفا بإدارة النشاط التجاري. إذن الإرادة وبذل الجهد لا يقتصر على حصول الوظيفة الحكومية فحسب، بل السعي هو من يغير الاتجاه من ظلام الفشل إلى عالم النجاح. بعد ما رجعنا من هذا التقرير نعرف انه التعيين هو شيء مهم واساسي، وانه انت بسنين ورحله تعب ودراسه وسهر بالنتيجه تريد تحصد ثمار تعبك، انه انت تحصل على وظيفه بالتخصص اللي انت درسته وسهرت عليه وحاولت انه تبذل كل جهدك في سبيل الحصول على نتيجه جيده، بالاضافه انه انت تريد تحصل على وظيفه جيدة. طبعا واجب الحكومة هذا الشيء أساسي أنه هي توفر تعيينات وتوفر وظائف للخريجين، لأن هذا شيء بديهي وهذا معمول به بكل دول العالم، لكن الظروف الاقتصادية في العراق هي تدخل أنه دون تحقيق هذا الحلم للشباب، فكثير من الظروف وكثير من المشاكل اللي يمر بها البلد تمنع أنه يتحقق هذا الشيء، لكن أنه واجب الحكومة أنه هي تعين. وإحنا بحلقتنا لهذا اليوم راح نفعل أو نضوي جزء لا يتجزأ من هذا الموضوع، حلم التعيين والوظيفة، فإحنا نحاول نبحث على سبيل آخر أنه ممكن هو بالتالي بانتظاري وبرحلتي بالبحث بعد التخرج عن الوظيفة ممكن أني أبحث عن رحلة أخرى اللي هي رحلة البحث عن هوايتي وعن طموحي وعن أهدافي اللي ممكن هي توصلني، ممكن هي تخليني أنه أنا أحصد على مرتبة جيدة وتكون ممكن هي تضاهي موضوع التعيين أو أنه تكون هي أكثر من التعيين. شلون؟ الوظيفة الآن باتت تخضع الموظف للحكومة والدولة رغم ضعف أنه هي بالتالي ضعف موردها وعدم توفرها، فكلما قلت فرص العمل في الوظائف الحكومية وصعوبة سوق العمل في الشركات الخاصة، إذن يجب أن أبحث عن بديل بدل ما أنه أنا أكون بخيبات أمل وفشل، ممكن هذا الموضوع أفعله ببحثي عن هوايتي. لكل فتاة وكل شاب أنه عنده طموح وعنده هدف،
أنا إذا وضويت هاي النقطة واتجأت لها راح ممكن أنه أنا راح أستفاد أكثر، راح يكون بالتالي استثمار خاص وإنشاء مشروع صغير خاص بي، راح تكون هناك مورد يكون غير محدود، ممكن أنه تكون فعال أكثر وناجح في المجتمع. طبعا لكل شاب وشابة قبل البدء بإنشاء مشروع لابد أن تتوفر فرص للتدريب وتأهيلهم لدخولهم لسوق العمل، من معرفة قواعد العمل والبزنس، العلاقات التجارية، العلاقات العامة، بالتالي راح يفهم السوق وراح يفهم المشاكل اللي ممكن تواجهه، بالتالي راح يتخلص من كثير من أمور اللي تؤدي إلى الفشل، راح يقدر أنه هو يحلها ويتلافعها. من الأمور اللي هي تهتم بالشباب، ما ننسى لها دور كبير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتأهيل وتدريب الشباب واستفادة من قدراتهم بعملها لورشات عمل متنوعة كالحلاقة، الكريجنسيان، الخياطة، ورشات عمل ميكانيكي السيارات، التصليح، غيرها من الأمور، كثير من الورش اللي توفرها حتى أنه هي تأهل الشباب وحثهم وزجهم في سوق العمل. طبعا لهم مهام كثيرة، تعالوا نتعرف عليها أكثر ونشوف شنو اللي ممكن يقدموه للشباب، شنو ممكن أنه خططهم المستقبلية للشاب حتى يقدر أنه يفهم ويستوعب الفكرة، ممكن أنه هو راح ينشئ مشروع خاص بكل أريحية. تعالوا نشوف الجواب وراجع لكم. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني تمتلك مراكز تدريب مهني منتشرة في بغداد والمحافظات كافة، أكثر من 37 مركز تدريب مهني بمختلف الاختصاصات المطلوبة بالسوق. هذه الاختصاصات تتضمن الحدادة والنجارة والخراطة والحاسبات والإنجليزي والخياطة والكوافير واختصاصات أخرى مطلوبة بالسوق. هذه الدورات هي دورات تتراوح من 2 إلى 3 أشهر، وهي دورات مجانية تمنح للشباب العاطلين المسجلين عندنا في قاعدة بيانات الوزارة. طبعا الوزارة دائما تدعو الشباب للانخراط بهذه الدورات من خلال المنشورات على الفيس، المؤتمرات، القنوات التلفزيونية، الإعلام، فندعو كل الشباب انه ينخرطون حتى الشباب يستطيعون يغيرون مهاراتهم ويلقون فرص عمل حقيقية مطلوبة في السوق اذا ما لقوا فرصة عمل تناسب اختصاصهم السابق. لذلك من المهم انه الشباب يعون هذا الشيء، انه ممكن انه تتخرج بكالوريوس لكن ما تلقى اختصاصك، ممكن انه تاخذ تدريب مهني، هذا التدريب يأهلك في اختصاص معين، ممكن ان تلقى فرصة متاحة تطور نفسك بها وتحصل على هذه الفرص. الدورات التدريبية طبعا وفق نظام التدريب المبني على الكفاءة CBT، هذا النظام هو نظام جديد بالعراق يستخدم لأول مرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعندنا كوادر تدريبية متطورة جدا في مختلف الاختصاصات ومناهج تدريبية تم تطويرها بالتنسيق مع منظمات العمل الدولية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني تمتلك مراكز تدريب مهني منتشرة في بغداد والمحافظات كافة، أكثر من 37 مركز تدريب مهني بمختلف الاختصاصات المطلوبة بالسوق. هذه الاختصاصات تتضمن الحدادة والنجارة والخراطة والحاسبات والإنجليزي والخياطة والكوافير واختصاصات أخرى مطلوبة بالسوق. هذه الدورات هي دورات تتراوح من 2 إلى 3 أشهر، وهي دورات مجانية تمنح للشباب العاطلين المسجلين عندنا في قاعدة بيانات الوزارة. طبعا الوزارة دائما تدعو الشباب للانخراط بهذه الدورات من خلال المنشورات على الفيس، المؤتمرات، القنوات التلفزيونية، الإعلام، فندعو كل الشباب أنه ينخرطون حتى الشباب يستطيعون يغيرون مهاراتهم ويلقون فرص عمل حقيقية مطلوبة في السوق إذا ما لقوا فرصة عمل تناسب اختصاصهم السابق. لذلك من المهم أنه الشباب يعون هذا الشيء، أنه ممكن أنه تتخرج بكالوريوس لكن ما تلقى اختصاصك، ممكن أنه تأخذ تدريب مهني، هذا التدريب يأهلك في اختصاص معين، ممكن أن تلقى فرصة متاحة تطور نفسك بها وتحصل على هذه الفرص.
الدورات التدريبية طبعا وفق نظام التدريب المبني على الكفاءة CBT. هذا النظام هو نظام جديد بالعراق يستخدم لأول مرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعندنا كوادر تدريبية متطورة جدا في مختلف الاختصاصات، ومناهج تدريبية تم تطويرها بالتنسيق مع منظمات العمل، بالإضافة إلى دور مهم لمنظمات المجتمع المدني الحقيقية والرصينة اللي هي فعلا مهتمة بالشباب ومهتمة بهواياتهم مهتمة بطموحهم. أيضا من الأمور اللي تقدمها هي أيضا تدريبهم، بالإضافة إلى حثهم للنزول لسوق العمل وإنشاء مشاريعهم الخاصة المدرة بالدخل. تعالوا نتعرف إحنا وياكم على جزء من مهام اللي تقوم بمنظمات المجتمع المدني حتى تتعرفون عليها أكثر، ممكن هي راح تستفادون بها ممكن لو تم العمل أو فكرت أنه أنت تنشئ مشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعد دور المنظمات المجتمع المدني دورا أساسي وركيزة أساسية في بناء الدول وتطويرها، لما لها من مساهمات كبيرة في دعم وبناء قدرات والقيام بعمليات إغاثة وكذلك مساعدة العوائل المتعففة والمحتاجة. ومن هذا المنطلق قامت منظمة أمنيات وطن، وهي إحدى المنظمات المجتمع المدني المسجلة في العراق والمتخصصة بدعم الشباب بالكثير من الدورات وبناء قدراتهم المهنية والاجتماعية والسلوكية، حيث قدمت هذه المنظمة بالمئات أو الألوف من الدورات التدريبية التي شملت الوورد والأكسل والأكسس، وكذلك دورات في كتابة مقترح المشروع أو الإدارة أو القانون بصورة عامة، وكيف تكون محامي ناجح، المعلم وكيف يعني آليات المعلم الناجح، وكثير من العقود وغيرها من الدورات، وكذلك الدورات المهنية البحتة مثل الخياطة والطبابة والتمريض، وكثير من الورش التي كان لها أثر في بناء وتنمية قدرات الشباب، بل بعضهم استفاد منها ونمى قدراته وأصبحت له أمن من خلالها فرصة عمل يمكن أن يعمل فيها في هذا المجال. حقيقة أؤكد إن دور المجتمع المدني مهم جدا، وأعتقد هو بحاجة كما هو يدعم بحاجة أن يدعم، وأن تكون السياسة العامة للبلد سياسة احتوائية لهذه المؤسسات وهذه المنظمات، وخاصة من أجل بناء مواطنة صالحة. نعم، أن تعزيز المشاركة ما بين مؤسسات الدولة وما بين المجتمع المدني قد يولد الكثير من النتائج الإيجابية، وقد نقضي على كثير من الشبهات وكثير من الفساد، كون إن المجتمع المدني هو رقيب أساسي وشريك للدولة، ويمكن الاستفادة من طاقات المجتمع المدني حتى في الإعداد والتدريب وبناء يعني قدرات الطلاب. فكثير من هؤلاء الشباب المتطوع هم شباب قاموا بتنظيف المدارس وصلحوا يعني النوافذ وأمنوا يعني مصادر الكهرباء، أو مثل ما يقولون صيانة الأسلاك والعطلات اللي كانت في هذه الشبكة الكهربائية داخل المدرسة وما لها من آثار سلبية أو خطرة على الأطفال. ممكن الاستفادة من هؤلاء الشباب في تعزيز ثقة الطالب في نفسه، فكثير منهم خريجي علوم اجتماعية والنفسية وباحث اجتماعي، ممكن أن يجلس مع الطالب ويحسن من البيئة التعليمية، وبذلك سوف نحصل على جيل قادر أن يفهم قدراته وقادر أن يعلم مكامن القوى فيه، ويستطيع أن يكون مؤثر ومنتج في هذه الحياة.
أن المشروع الخاص هو راح يكون قائم على مبدأ حرية العمل، فإن فرص تطوره هي متاحة، بالتالي لا حدود أمام ابتكاراته وتطوره، وأيضا يكون هو مورده غير محدود، وممكن الأرباح اللي تجنى من المشروع الخاص تكون هي غير متوقعة، وأيضا مثل ما قلنا هي غير محدودة. طبعا هذا الموضوع هو راح يكون مهم وفعال، مو فقط أنه راح يستفاد منها الشاب صاحب المشروع، بينما هو راح يفيد شباب آخرين، ممكن أصدقائه أقاربه، لأن هذا الموضوع راح يعم بالفائدة على الجميع، بالتالي راح يفيد المجتمع أيضا. طبعا الآن في الوقت الحالي أقرب وأسهل نقطة ومهمة جدا هي في إنشائك للمشروع هي الانترنت. فالانترنت بوقتنا الحالي هو جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. الكل يبحث عن الترفيه عن طريق الانترنت، يبحث عن أصدقاء، يبحث عن تكوين علاقات. ليش لا ما أبحث عن وظيفة أيضا؟ ليش لا ما أكون فعال أكثر؟ ليش لا ما أروج عن المشروع عن طريق الانترنت؟ وشفنا أنه هذه الطريقة هي فعالة جدا في الوقت الحالي. طبعا حسب الدراسات أثبتت أنه كثير من المواقع التواصل الاجتماعي أثبتت وجودها بموضوع التوظيف، موضوع العمل والترويج إلى ونجاحها. إذن سؤالنا بهذا الجزء يقول شنو فائدة الاستثمار عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وشنو ممكن هي راح تضيف للشاب وللمجتمع؟ تعالوا نشوف الجواب وراجع لكم. بكل تأكيد يعني اليوم باتت أدوات الإنترنت وأدوات التسويق والترويج عبر الإنترنت واحدة من أهم الأدوات التي تستثمر فيها الأموال لتعزيز التجارة، التجارة الداخلية وحتى التجارة الدولية. والأمثلة الدولية كثيرة، يعني مثل موقع علي بابا وموقع أمازون، يعني واحدة من أبرز المواقع التي تحتل مكانة سوقية كبيرة جدا، وتسويق وشبكة تسويق عالية وواسعة جدا حول العالم. اليوم نماذج عراقية مصغرة ومبسطة تعمل في مجال التسويق عبر الانترنت من خلال انشاء يعني منصات على السوشيال ميديا، تحاول من خلال هذه المنصات بيع منتجاتها والترويج منتجاتها وتقليل الاعباء اللي ممكن يتحملها صاحب العمل او صاحب المشروع من عبر يعني استئجار العقارات الخاصة بالعرض او التكاليف الاخرى المتعلقة بإنشاء مخازن أو محلات، فيحاول أنه وجد أن الإنترنت وسيلة، ونوافذ الإنترنت وسيلة للتسويق والترويج عن بضاعته والسلع اللي قدمها. بالتالي يعني ساهمت مثل هذه العمليات في خلق فرص عمل كثيرة وواسعة، خصوصا بعد أن وجدت مثل هذه العمليات مقبولية اجتماعية، الناس بدت تشتري يعني وتطمئن نوعا ما للشراء من المواقع الانترنت، خصوصا مع توجه الكثير من المحال والأسواق المعروفة لتسويق جزء من بضاعتها عبر شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. نعتقد يعني أهمية أن يطور المستثمرون من إمكانية تسويق عبر شبكات الإنترنت من خلال اعتماد مواقع رسمية، ويب سايت رسمي، أو استخدام تطبيقات رسمية، أو الدخول سوية في يعني في تطبيقات خاصة بالمبيعات يجتمع فيها المستهلكون ويجتمع فيها الباعة بشكل أكبر، مثل المواقع المهمة حول العالم. انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة التسوق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التطبيقات الرقمية، وبات نسق اقتصادي جديد أسهم في تلبية حاجة المستهلك المحلي. فبهذه الطريقة أصبح للكثير من العاطلين عن العمل والخريجين اللي يبحثون عن فرصة للعمل، أصبحت هذه طريقة مفيدة وفعالة بجانب التسوق الإلكتروني وإنشائهم بالمشاريع الخاصة وترويجها عبر المواقع التسوق
التسوق الإلكتروني. طبعاً بعض الظواهر اللي ممكن يرفضها المجتمع أو حسب العادات والتقاليد رغم تغيير المجتمع ويعني تقبل لبعض الأمور، لكن موضوع أن البنية تنزل للشارع أو تفتح مشروعها الخاص وتنشأ مشروع ومحل لها خاص بعض الأهل يرفضوا، لكن بهذه الطريقة أصبح لكل شابة موهوبة سواء كانت أنه هي تخيط أو تعمل معجنات أو حلويات أو غيرها، يعني الشيء اللي هي تحبه تتروج عليه عن طريق البيجات اللي خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي أيضا فعالة والكل يحاول أنه هو يستثمر أو يحاول أنه هو يطلب من هذه المواقع وهي تكون جميلة، وأيضا هي فرصة وفرت أنه هي حاولت تعين نفسها وأنه هي أيضا يكون دخلها خاص بها. فهذه بعض الأهل استقبلوها باعتبارها أنه هي ما راح تطلع من البيت وأيضا ما راح أحد يشوفها، ممكن هو يشوف الأكلات مالتها أو الخياطة وغيرها من الأمور. طبعا بحلقتنا هذا اليوم لابد أنه نعرف تجربة بعض الشخصيات اللي حاولوا أنه يفعلون نفسهم عن طريق هذه المواقع وأثبتوا نفسهم بجدارة. تعالوا نشوف هذه التجربة وراجع لكم. أمتلك مشروعي الخاص هو عبارة عن الطباعة الحرارية على مختلف الأشياء مثل الأكواب، الرخام، الملابس وإلى آخره. منعتني الظروف من إكمال دراستي الجامعية بسبب وفاة والدي وكوني أنا البنت الكبرى المعيلة الوحيدة لأهلي. ما قدرت ألقى تعيين حكومي أو شغل يناسب وضعي الحالي، فارتئيت إلى أنه أدور وأبحث عن مشروع بسيط ممكن أقدر أشتغل به، وبمساندة أهلي والأقرباء من حولي قدرت أجمع مبلغ معين وقدرت أفتتح مشروعي به. بالبداية دعموني أهلي وأصدقائي وأقربائي وصديقاتي وزميلاتي، إلى أن كملت فكرتي عن الموضوع، اشتريت أدواتي وبلشت عن طريق صفحة على الإنترنت، سويت بيج خاص بي وبشغلي وبديت أسوي نماذج وأنشر، وكذلك ساعدني الترويج، روجت المنشوراتي عن طريق بطاقات الشحن، وعن طريق كذلك صديقاتي ما قصروا وشاركوا لي صفحتي لحد ما ارتفع عددها، بدأت تجيني طلبات على الانترنت، بديت ادور وابحث اكثر واكثر، اوسع شوية افاقي، بديت ادور عن شغلة ممكن اقدر اكبر بيها مشروعي، او على الاقل مكان مؤقت اقدر افتتح بيه مشروعي وغراضي واعرضهم واعرض اعمالي، الى ان شفت انه اكو اماكن محددة يسوون بيها بازارات، بديت أشارك. طبعاً هي هذين البازارات مو يومية، إنما بين فترة وفترة شاركت بكم بازار معين، الناس حبوا شغلي بدوا يطلبوا من عندي رقم أو عنوان أو بيج، كذلك أنا جهزت كارتات باسمي، بديت أوصل أسوي طلبات بالبيت وأدزها عن طريق شركة التوصيل. الحمد لله أنه مشروعي كبر وأعتبره نجاح 90%، كثروا زبايني معاملي بدأوا يطلبون من عندي طلبيات كبيرة سواء لشركات أو معاهد أو مدارس، وهو شغل كالمعتاد، مرة يصعد مرة ينزل، السوق حركته حسب يعني حسب الأوضاع، مرة زينة مرة مو زينة. الحمد لله أنه مشروعي الحمد لله قدرت أطلع فلوسه، قدرت أطلع أرباح لي، قدرت أفتح شغلات ثانية وياه، يعني مو بس هو، قدرت أعين أهلي عن طريقه، قدرت هو أسوي أشياء من أرباحه، وما زلت إن شاء الله في تطور، وإن شاء الله حثيت بعض العالم كذلك، شجعتهم أنه يفتتحون مشروعهم الخاص، بما أنه لا نلقى لا شغل حكومي أو حتى شغل أهلي يتطلب هواية مواصفات ممكن ما موجودة عند الكل. كذلك الوضع الاجتماعي دائما البنت أنه دائما تكون شوية تحت المجهر، مو كل شيء ممكن تقدر تشتغله. فالحمد لله أنه أعتبر مشروعي ناجح وإن شاء الله إلى تطور أكثر.
من خلال بحثنا بهذا الموضوع وجدنا أنه التسوق الإلكتروني هو مفيد للطرفين، مفيد للبائع ومفيد للمشتري. ليش؟ لأن تكون هي أسعار نوعا ما معقولة، وأيضا صاحب المحل أو البائع يفضلها باعتبار أنه هي تخصى من الإيجارات باهظة الثمن. مثل ما نعرف أنه الإيجارات بالوقت الحالي كلش عالية، بالإضافة أنه هي تكون حسب المناطق فالإيجار ده يحدد، بالإضافة أنه تخصى من أجور الماء والكهرباء، تخصى من الضرائب، تخصى من الاختناقات المرورية وصعوبة وصولها إلى مكان العمل، بالإضافة أنه هي مفيدة للمشتري مثل ما قلنا. أيضا هي تخصى من الاختناقات المرورية، ممكن أنه هو ما يقدر أنه هو يطلع أو بحكم عنده عمل أو مريض أو عنده مشاكل أخرى وغيرها من الأمور، هو يفضل أنه هو يتسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة أنه هي أصبحت مصدر للرزق وهي خلصت بلد أو نوعا ما هي حاولت أنه تقضي على نسبة قليلة من البطالة، وبالمجتمع اللي الآن ده تتفوق ما شاء الله. لكن بهذا الموضوع بهذا تفعيل هذا الجانب بدأت شوية شوية أنه واحد يتخلص من موضوع البطالة. أيضا من الصفحات ومن الأمور الأخرى هي طريقة الترويج وطريقة الإعلان عبر هذه المواقع هي مهمة جدا. بدنا نشوف هناك منافسة بالأسعار، منافسة بعروض ممكن هي تقدم من هذه المواقع وهذه الصفحات من أجل جذب المستهلك. طبعا مشاهدينا الكرام، خلونا احنا وياكم نطلع باستطلاع نشوف آراء المواطنين بهذا الموضوع، نشوف شنو دورهم، ليش لا ما يفعل هذه النقطة بحياته، ليش لا ما يشتغل وينشئ مشروع خاص به، وكثير من التفاصيل. تعالوا نشوف هذا الاستطلاع وراجع لكم. التعيين كضمان إله، واثنيا سموه من أجل التقاعد وغيره ومستقبل. المشاريع العبر الانترنت أكو بعضها نجحت، وأكو هواي يعني نساء متزوجات ما عندها يعني مصدر رزق أو ما تقدر يعني وظيفة، فصعب عليها الخروج خارج المنزل، فأخذته يعني كباب رزق وهمات تقضي وقتها يعني عبر إنه تسوي لها مشاريع، فكسبيل المثال معجنات والكيك وغيرها أو المواد التجميل أو غيرها، وهواي أشياء أو صالونات، هواي هواي مشاريع إنه أكو بيها نجحت ولاقت استحسان هواي يعني مقبول، وأكو لا يعني حسب، بس يعني الأغلبية أو الأكثر قالوا إنه نجحت. والله حالياً هسه الشاب ما جاي يتمكن إنه يسوى عمل أو فد شيء، والله لأن أول شيء الشاب لاكو تعيين له، لاكو راتب، لاكو أي شيء، دولة ما موفرة أي شيء. يعني أنا اليوم أريد أحقق حلمي، ماكو شيء إنه يسندني أو حكومة موفرت لي راتب، ماكو شيء. هاي هسه حالياً مجتمعنا إنه إلا بفلوس، صار كل شيء بفلوس، أنت لا تسوي شيء مثل تكون مندوب بشيء إلا بفلوس. إذا أنت فقير وما عندك أي شيء ما تقدر تسوي أي شيء. إيه هسه لو يسندون هاي الشباب يسندونها بشيء يعني راتب أو شيء، تقدر يعني تقدر تسوي شيء إلها. هو من البديهي جدا أنه الإنسان إذا ما توفرت له فرصة عمل حكومية خو مو يبقى ينطوي أو ينعزل أو يتخذ يعني مناحي أخرى. ضروري جدا أنه يتساير مع واقع الحياة الموجود الآن. يعني كثير من الناس ما توفرت لها فرصة عمل وظيفية، يعني هل معنى هذا أنه لازم يركن على صفحة ويبقى ينتظر ويتأمل إلى أن تتحين فرصة التعيين؟ أكيد لا. البديل حقيقة واحد يحكيها بكل أمانة، يجب أن تكون للدولة يد سند للإنسان اللي ما عنده وما توفرت له فرصة وظيفية بالعمل، تخلق مشاريع تنموية، مشاريع استثمارية، مشاريع صناعية. كل هذه البدائل هي على أقل تقدير تخفف من معاناة الإنسان والموظف اللي ما حصل على فرصة وظيفية. يعني أصبح كل من اللي ما عنده فرصة عمل يتجه لهذا المجال، كأنما هذه أصبح منقذ لهذا. ولذلك أيضا يعني أصبح العدد جدا كبير، عدد المسوقين والمستثمرين. بعدين حتى هذا أصبح بسلبيات، يعني مع جل احترامي عدم الصدق في هذا المجال
وعدم احترام يعني الزبون، أصبح المواطن ما عنده ثقة. ناس إحنا لازم راح تنشق إلى شقين، أكو بعض الأشخاص يعني ما نلتزم فقط بالشاب، الشاب أو الشابة اللي تكون متخرجة، مو أي واحد راح يقدر يشتغل هذه الشغلة أو يلجأ إلى هذا. يعني مثلاً أكو بنات يعني أهل محافظين ملتزمين ما راح يقدرون إنه مثلاً يلجأون للنت أو إنه يروجون للبضاعات. أحكي لك مثال، أنا من الناس، أنا كملت البكالوريوس والماجستير وحالياً أنا دكتورة، لكن هذا الشيء ما أحسه أولاً يعني مثلاً مقامي، لكن مو مقام إنه انتقاص، لا، يعني إنه مثلاً أنا تعبت كهندسة، كأني هستعلم فيزياء عام، بس دكتورة وأقعد أروج، لا، يعني مثلاً أشوف لفت شيء يعني يليق بمقامي كأستاذة جامعية، كأنه أدرس يعني مدارس أهلية، أوكي ما يخالف، بس مال الترويج لا. أكو بعض الأشخاص ممكن إنه ماخذ شهادة بسيطة ممكن إنه يقدر يروج، هذا الشيء طبيعي. الشاب يقدر، الطموح الشاب أو إنه انفتاح الشاب بمجتمعنا طبعاً هواية أكثر من البنية. إحنا بعرف عشائري راح نقول كل شيء لا عيب، العالم شو تقول، هذا دائماً إحنا اللي ماشين عليه، لكن الشاب لا يقدر. بدال ما إنه مثلاً ينتظر تعيين بدائرة، وإحنا هسه التعيين عندنا يا أما مثلاً بالرشوة، تعطين رشوة يا الله، أو إنه مثلاً يبقى خطية قاعد وراء زواج وراء عائلة. فالأفضل إنه يا أما يلجأ إلى المشاريع الصغيرة، يقدر مثلاً يشتغل مع أي أبو شركة أهلية أو غيرها، أو إنه مثلاً يروج أو يصبح مندوب، لأن الآن نشوفه هواي مندوبين طبيعي جداً. فقلت لك هو يكون شقين، يا أما إيه يا أما لا. طبعاً أحسن بأنه الشاب بهذا الوقت يدور التعيين أحسن من قبل، يعني مثل ما نقول كان عندهم ضمان اجتماعي راتب زين، حاليا لا، يضمن التعيين لأنه التعيين بي مستقبل إله، راتب بي تقاعد، يقدر يعني يكون نفسه رأس مال إله. أما بالسابق يعني كنا مثل ما نقول لهم ضمان اجتماعي إلى عمل، يقدر يكون أسرة، يقدر يعيش. بس بالوقت الحاضر يعني نقول كل شيء تغير، بس مغبون بنفس الوقت اللي مدى يلقى له شغل. أحسن من ما يعني أنتوا شباب تخلصون أوقاتكم، مثلاً أنت تقعد تباوع البرامج ويومك يخلص من الصبح لليل من برنامج، البرنامج هذا خطأ. خو أنت يعني اعمل، سوي لك مثلاً مندوب، كون الشركات مندوب، أسوي لي شغلة، أشتغل، ما أخلي هذا اليوم من الصبح لليل هيك يروح هدر من حياتنا، لا، هذا شيء غلط. يعني أأيد بأنه أي شاب أنت تخرج، سواء عندك شهادة أو ما عندك شهادة، أسعى زواج، تكوين أسرة، وورا مثل ما تقولين يعني هسه متطلبات الحياة، اللي يريد يربي لطفل، اللي يريد يطلع برا، اللي يريد يعين أهله. فأني أشجع بأنه ما يبقى قاعد، لا، هذا الشيء خطأ. في كل دول العالم يعني إذا جينا قارنا هذا الموضوع مع بقية الدول سواء عربية أو أجنبية، راح نشوف موضوع التعيين هو مهم طبعا بكل دول العالم والعراق، إنه هو مهم وأساسي. لكن رغم أكو تعيين، رغم امتلاك الشخص إلى وظيفة، هذا ما يمنع أنه هو ينشئ مشروع خاص به، ينشئ مشروع أنه حسب اللي هو يحبه واللي يفضله، هذا حتى يزيد من دخله المعيشي حسب التزاماته، ويعني أمور أخرى، إيجار وغيرها، ممكن هاي تساعده. بدول العالم عندهم موضوع مهم أنه الطفل، يعني الشخص هو طفل، يتابعون موهبته، يتابعون أنه هو شنو اللي يحبه، يحاولون أن يطوروها، ينموها، يحاولون يعرفون شنو الأشياء والنقاط اللي هو يحبها ويبدأ بيها. فمن خلال هذا الموضوع انه ينموها ويكبروها، لان يصبح هو شاب يمتلك الشخص يعني شغلتين، انه هو ايضا متفوق بالدراسة، متفوق بموهبته، هذا اللي يساعده اكثر. احنا هنا بالعراق ما ننتبه لهذه الشغلة، ما نعرف انه احنا اكو موهبة، نجهل او ما عندنا ثقافة كافية انه الطفل نتابع من هو صغير حتى نقدر انه نساعده بالمستقبل على قدر الامكان. موضوع التعيين والوظيفة فهو قلنا مهم أساسي بكل دول العالم، هذا الشيء مين، هذا الشيء واجب الحكومة، يجب أنه هي توفره، نقطة على السطر. لكن أنت بهذا الموضوع بوجود الإنترنت ماكو شيء اسمه صعب، ماكو شيء أنه أنت ما تقدر تحققه، كل الأمور وكل المواضيع هي تتحقق بإرادتك وبقوتك، وأنه أنت إذا قلت أنا أريد أحقق هذا المشروع راح يتحقق. بالإضافة أنه إحنا موضوع المقاهي منتشرة، والشباب العطن عمل ممتلئة بهذه المقاهي، بدل ما أنا أقعد بهذا المقهى ممكن أنه أنا أروح أقعد من مشروعي، ممكن أنا أفعل جانب آخر من حياتي راح يكون هو فعال أكثر.
إذا مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله كنا موفقين بإنارة جزء معين من هذا الموضوع ويكون الفائدة للجميع، رغم الإيجابيات اللي حدثنا عنها بموضوع إنشاء المشاريع عبر الإنترنت أو مشروع خاص أو التسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. صح إنه هي وفرت الكثير من الوقت والجهد، وتقدر تطلب اللي تحتاجه كأجهزة كهربائية، ملابس، مواد غذائية، يعني الشخص يقدر يطلب اللي يحتاجه عن طريق هذه المواقع. لكن رغم الإيجابيات أكو سلبيات، وأكو مواقع وهمية وعمت وأثرت سلبا على المواقع الحقيقية والرصينة، وأثرت سلبا على المواطن. راح نناقشها بالحلقة القادمة من برنامج ليش لا. انتظرونا وإلى اللقاء.